أجرى فريق الحرة مقابلة مع نائب ديمقراطي سابق أنتوني وينر زوج مساعدة هيلاري كلينتون هما عبدين. قال وينر أن المؤتمر هو حدث تاريخي مؤكدا أن كلينتون تمتلك الصفات الأفضل للرئاسة. بجدية والشعب الأمريكي لا يعلمون مدى صعوبة هذه الحملات وعدد كبير من الناس يدورونها، وهما ستكون أول شخص يقول لكم أن هناك عدد كبير من الناس من الشباب يعملون من أجل كلينتون وساندرز. هي تعمل عن بجد وتدرك أن هناك أناس يعملون بشكل أكبر منها. لابد أن تشعر أن هناك أمر تاريخي يجري هنا. لقد رأيت ذلك بشكل أكبر من أي حملة سابقة. نحن على وشك أن نقوم بعمل تاريخي. أردت أن أكون هنا لأكون جزء من هذا التاريخ، ويمكن أن تشعروا بالحماس. هناك شيء حقيقي يجري هنا، وهناك أيضا فرح أننا سنستطيع أن نهزم شخص سيء. هذه ليست لعبة، نحاول أن نعرف من سيكون رئيس أفضل. من ناحية السياسات هناك طريقة لمعرفة ذلك، ولكن سؤال آخر، كيف سيستجيب الناس في الأوقات الصعبة؟ هي ذكية وتفكر في الأمور، وعندما تلاحظينها أثناء المناظرات أو في أوقات بنغازي العصيبة، هي لديها المزاج والاستقرار الذي يساعدها على ذلك. وعندما يتحدث الرئيس أوباما عن ذلك وستستمع إليه غدا، والرئيس كلينتون أيضا، هذا هو ما نريده في الرئيس.